وهذه هي وظيفة الدين الأساسية. لا يقول قائل إذا انحصرت وظيفة الدين في البعد المعنوي، بعد لا نسأل من الدين سياسة واقتصاد واجتماع وإدارة، نقول لا 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 أبدا نسأل منه، ولكن هذه كلها نظرها الإسلام ماذا؟ في إطار التوحيد. لأنه أنا لو أوكلت إليك، لو طلبت منك، التفت جيدا، أنا لو طلبت منك التوحيد ولكن لم أعين لك الطريق الموصل إلى التوحيد، لعله أنت تختار طريقا يوصلك إلى التوحيد أو لا يوصلك. لا يصيبك. انا لو طلبت منك ان تكون في المنطقة اليف، ان تكون في طهران، ولم اعين لك الطريق ايضا، قلت لك الطريق موكول اليك، لعلك انت تنتخب الطريق المقابل للمنطقة التي تصل او الطريق الذي يوصلك الى طهران، تسير بالاتجاه المعاكس. يعقل او لا يعقل؟ يعقل جدا. ومن هنا لابد ان يعطي العلائم، القوانين، الأصول العامة للإيصال إلى الهدف. فلهذا لا يقول قائل أنه نحن نقول بأن الدين وظيفته الأساسية المعنى، أما المادة فهو موكول إلى عقل الإنسان. لا أبدا ليس كذلك، لأنه هاتان الجنبتان المعنى والمادة مترابطتان أشد الارتباط. فإذا وقع انحراف في المادة بطبيعة الحال يقع انحراف في النتيجة وهو المعنى. فلهذا ولكن توقعنا من الدين، التوقع الأول الأساسي من الدين ما هو؟ أن يبين لنا التوحيد، أن يبين لنا التقوى. فلهذا قال مع حفظ روح التوحيد وكلمة التقوى في كل حكم ونتيجة ذلك الحكم. وهذا معناه أنه عندما نأتي إلى الفقه وإلى الأحكام الفقهية يقف، يجوز لنا أن نقف على ظواهرها أو لابد أن نغوص إلى أعماق هذه الأحكام. هذا الذي يعبر عنه بروح الشريعة، بلب الشريعة. وإحنا الشريعة عندنا فيها قشر وفيها ماذا؟ لب. الشريعة المطلوب فيها هو القشر، المطلوب فيها القشر للوصول إلى اللب. في الأحكام الشرعية في كثير من الأحيان، خصوصا الإنسان إذا لم يكن واقفا على التفسير، لم يكن واقفا على الأخلاق، لم يكن واقفا على المباني العقائدية، تجده ينتهي إلى نتائج فقهية بدل ما توصل الإنسان إلى القش إلى اللب تبعده من اللب. يعني بدل ما توصله إلى الروح تبعده عن الروح. بعبارة أخرى، بدل ما أن تكون الشريعة والعمل بالشريعة مؤدية للإنسان إلى أن يكون صاحب تقوى، تجده يستفيد من الشريعة للتحيل على أحكام الشريعة. لماذا؟ لأنه نحن عندما علمنا، ربينا الناس، ربيناهم على اتجاه أن المدار هو العمل بهذه القشور، بهذه الظواهر. هسه وصلت أنت إلى اللب، وصلت إلى الحقيقة، وصلت إلى الروح، وصلت إلى المقصد أو لم تصل، ليس مهم من ذلك. ومن هنا أنت تجد هذه الحالة الازدواجية في كثير من المسلمين. لماذا؟ باعتبار لا يجد أي تناف بين العمل، بين الصلاة والصوم، ومن جهة أخرى أن يأكل الربا. يصلي، يصوم، يقوم بأعماله الأخرى، ولكنه يجد تنافيا مع الربا أو لا يجد تنافيا؟ لا يجد أيضا أي تنافي، لأنه هو يرى. ونحن قلنا له بأنه أنت إذا عملت خلاص الهدف هو هذا. فلهذا تجد بأن أئمة أهل البيت عندما يأتون إلى مثل هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح نحن نقول بعنوان الحكمة هذه، ولكنه النهي عن الفحشاء والمنكر هو لب الصلاة، هي روح الصلاة، هي المقصد الحقيقي من الصلاة. فإذا أنت صليت 20 و30 و40 و50 صلاة وما وجدت أنك وصلت إلى الانتهاء، لابد تشك في كل صلاتك. أنا الآن ماذا أتكلم على مستوى البحث الفقهي حتى يقولون بأن السيد يجيب النسخ الجديد؟ لا لا لا، أنا ما أتكلم على مستوى البحث الفقهي، أنا أتكلم على مستوى النظرية الإسلامية. القرآن لا يريد هذه الحركات، وإنما يريد روح هذه الحركات، وهكذا في كل حكم. فلهذا يقول وسريان الطهارة في أصله وفرعه، هذه الطهارة المعنوية هي المدار.
ومن هنا أنت عندما تأتي إلى الفقه، والإخوة بحمد الله كلهم طلبة، عندما تأتي إلى الفقه لابد أن يحكمك أحد هذين الاتجاهين، إما أن تنظر إلى مقاصد الشريعة من التشريع إلى روح الشريعة، وإما أن لا تنظر إلى ذلك. فإن نظرت كل حكم لابد عندما تستنبطه ترى أنه ينسجم مع الروح العامة للشريعة أو لا ينسجم. أما إذا لم تحكمك هذه النظرة أنت تقول بأنه مولانا الناس مسلطون على أموالهم، مولانا مو هذا احتكار يصير، مجتمع يتضرر، إخلال أمني، إخلال اقتصادي. يقول طب أنا هذني أنا ما أفهم، من عندي دليل يقول الناس مسلطون على أموالهم، يستطيع أن يبيعك كما يشاء. أما أنت إذا جئت لتفهم هذا القانون الإسلامي يعني الناس مسلطون على أموالهم ضمن الروح العامة التي تحكم الإسلام، الروح العامة التي تحكم الإسلام هي تقدم الحقوق الاجتماعية على الحقوق الفردية أو بالعكس، أي منهما؟ ها؟ ويرى أن المال في يد الإنسان امتياز له أو مسؤولية في عنقه. أنت إذا جئت هذه القوانين تقول هذه القوانين الناس مسلطون على أموالهم بها قيود، القيد الأول أن لا يقع هناك ضرر اجتماعي على الناس، القيد الثاني أن لا يشكل امتيازا لهذه الطبقة على حقوق الآخرين وعلى امتيازات الآخرين، بل هي مسؤولية، فإن قامت بمسؤولية هذا المال فله الحق أن يتصرف، أما إذا أساء هذا التصرف ها له الحق أو ليس له الحق. ما نحتاج عنوان ثانوي ولاية فقيه حتى تقول بأنه احنا ما مؤمنين بولاية الفقيه، عناوين ثانوية ما كون نفس العناوين الأولية. وهذا مما يؤسف له إلى الآن، فقهنا الموجود ليس فقها بتعبير أستاذنا الشهيد، ليس فقها اجتماعيا، وإنما هو فقه فردي ينظر إلى الفرد وحاجة الفرد وحق الفرد وامتيازات الفرد. أما أي مقدار منها إذا تصادمت مع حاجة المجتمع مع حقوق المجتمع هذه لا نظر لها في الأحكام الفقهية. فلهذا تجد بأنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يؤكد على هذه الحقيقة، يقول كل هذه القوانين مع حفظ روح التقوى وكلمة وحفظ روح التوحيد وكلمة التقوى.